ولإلقاء الضوء على مستجدات الأحداث في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر لنبدأ من الحدث الأبرز، البرلمان قبل دقائق وافق على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، أيضا هناك سيكلف البرلمان رئيس الجمهورية لاختيار رئيس وزراء جديد وذلك ضمن المادة الدستورية المادة 76 من الدستور الحالي، لكن السؤال المطروح وربما يعني يدور في خلدي العراقيين الذين خرجوا ويخرجون اليوم، هل تعتقد أن برهم صالح سيختار اسما لقيادة رئاسة الوزراء من نفس الطبقة السياسية الحالية؟ من المعلوم تماما أن هذه الاستقالة جاءت بعد ضغط جماهيري كبير دفع العراقيون فيه 800 شهيد و 20 ألف جريح، وبالتالي هذه الاستقالة تؤكد على أن هؤلاء لا يأبهون للدماء العراقية، لأن المفروض كان يعتقل عادل عبد المهدي ويزج إلى المحاكم لمحاكمته على هذه الدماء، وبرهم صالح هو ضمن منظومة الإطار التي تم اختيارها من قبل الميليشيات المسلحة داخل العملية السياسية من خلال اختيار برهم صالح ورئيس البرلمان وعادل عبد المهدي بصفقة كاملة وواحدة أشرف عليها قاسم سليماني. فلا يمكن لبرهم صالح أن يلعب دورا مهما في اختيار شخصية مستقلة، وسيذهب باتجاه إلى التشاور تحديدا مع قاسم سليماني المتواجد في بغداد لإنتاج اسم جديد موالي لإيران يعمل تحت الوصاية الكاملة للنظام الإيراني ويسير في مصالحهم. لكن هذا حقيقة سيعكس غضب كبير للعراقيين، وبالتالي ستستمر التظاهرات التي بدأت حقيقة تتهاوى أصنام العملية السياسية أمام صرخات وأمام ثبات المتظاهرين في كل ميادين التظاهرات في العراق. طيب أستاذ عبد القادر، لنعود إلى مستجدات الأحداث في خروج طلبة هذا اليوم، أعلنوا الإضراب العام عن الدوام، ولكن هنا كيف يمكن تقييم خروج المحافظات المنكوبة تضامنا مع بغداد ومحافظات الجنوب في ثورة تشرين، رغم كما نعلم هناك تضييق وإجراءات أمنية تحيط بالمتظاهرين من المحافظات المنكوبة، كيف تقيم ذلك؟ من المؤكد أن وثبة طلبة وشباب المحافظات المنكوبة في الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالة وكركوك كان لها الوقع الكبير، هذا هو وجههم المشرق الحقيقي، وهكذا هي مواقف هذه المحافظات التي تدفع ودفع ثمنا باهظا جراء مواقفها الوطنية لأجل العراق، فهي نافحت منذ 2003 بوجه الاحتلال ثم كل المشاريع التي جاءت بعد الاحتلال، واليوم حقيقة أن يخرج هؤلاء رغم القبضة الأمنية الميليشياوية المشددة على هذه المحافظات هو انتصار كبير تماما لأهل هذه المحافظات وقوة وشجاعة وبسالة من هؤلاء الطلبة والشباب الذين رفعوا رؤوس هذه المحافظات ورفعوا رؤوس العراقيين، أن كسروا قيود الخوف وكسروا قيود التسلط لبعض السياسيين الذين يبحثون عن تخنيع وإركاع وتخويف هذه المحافظات ألا تلعب دورها المميز الذي لعبته طوال السنوات الماضية ودفع ثمنا قاسيا. لذلك هي وثبة الحق وهي وقفة الرجولة وهو هذا ما ينتظره العراق، وهم قد هتفوا بوحدة العراقي وقد هتفوا بسيادته وطرد إيران وقد تضامنوا مع إخوتهم من المحافظات لا سيما مجزرة الناصرية والنجف، وهذا يؤكد على أن الطائفية قد قتلت على يد هؤلاء الشباب بمختلف عناوينهم ومحافظاتهم. دعني أنتقل، أرجو أن تبقى معنا الأستاذ عبد القادر النايل، سنعود إليك، ولكن في خبر عاجل وردنا توا كما هو موضح في الشاشة، متظاهري ثورة تشرين يؤكدون أن ما يجري في البرلمان من قبول الاستقالة عبد المهدي أمر لا يعنيهم ولن يقبلوا إلا بإسقاط النظام. استمعت أستاذ عبد القادر إلى هذا الخبر العاجل، كيف تعلق؟ هذا مؤكد تماما وهذا هو المتوقع، وكما أسلفت لك أن العراقيون سيغضبون كثيرا لأنه كان المفروض لعادل عبد المهدي أن يسلم إلى محكمة نزيهة ومن قضاة نزيهين ليتم محاكمته على هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي،
وبالتالي اسقاط النظام هو هدف اساسي، لاننا لا نتكلم عن بدايه تظاهرات، نتكلم عن تظاهرات دفعت بالدماء وهي تقام باخراج العراق من الوصاية الإيرانية، ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تابعة للشعب العراقي وتختار من كفاءاته. لذلك العراقيون سيبقون في ميادين التظاهرات، وستزداد هذه التظاهرات ووسائلها السلمية المتنوعة في الضغط الكبير لإقالة هذه الحكومة والبرلمان وتجميد الدستور، تمهيدا حقيقة لإنشاء نظام سياسي عادل يحكم العراق يمكن لأبنائه أن يخطوه بأيديهم. لذلك هذا هو المتوقع من أبناء العراق، وهذا هو شعب العراق الذي لا يمكن أن يراهن على شعبه ولا على مواجهة أي تيار سياسي، فهو شعب يحب أن يعاند على الحق ويصمد عليه حتى وإن دفع ثمنا باهظا ليصل إلى ما يريد. فنهاية المطاف النصر سيكون حليف الثوار، وسيسقط هذا النظام الفاشل الإرهابي الدموي الذي يقطع تحت الوصاية الإيرانية، سيعود العراق إلى أبنائه لينهضوا به من جديد. وبالتالي نعم نحتاج إلى وقت، لكن هذا الوقت سيأتي وستتكسر كل مراهنات هذه الأطراف السياسية واللاعبين الدوليين الذين يلعبون في العراق وعلى رأسهم إيران تحت صخرة صمود هؤلاء المتظاهرين ومن خلفهم الشعب العراقي المصر على حقوقه. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل حدثنا من عمان، شكرا جزيلا لكم.